في الشأن الفلسطيني، دعت السلطة الفلسطينية إلى تحقيق دولي في عمليات الإعدام الميدانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وحثت الحكومة في بيان صحفي دول العالم على تبني الموقف الشجاع للحكومة السويدية في المطالبة بفتح تحقيق دولي في تورط قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق الفلسطينيين. وأدانت الحكومة الفلسطينية في بيان تصعيد القوات الإسرائيلية لحملة الاعتقالات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وجددت مطالبتها لمؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى وإلزام إسرائيل بالإفراج عنهم دون قيد أو شرط.